فندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن
صدق الله العظيم. الحمد لله. حضرت نے بہت دل بھری آواز میں کلام اللہ کے تلاوت سنائے. ہم سب حضرت کے خوشی میں ذرا سے